ارجوك الحقنا يا باشمهندس، ده احنا يا دوبك بنفطر من هنا ونجوع من هنا، يا ترى ايه السبب؟ هقول لك ايه السبب. والنهارده كمان معانا شرح اليوم العاشر من تحدي شهر رمضان، التحدي اللي ولا اروع ان شاء الله باذن الله. هي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بيكم وازيكم وكل عام وانتم بخير. الحقيقه شفت في التعليقات بعض الناس بتشتكي من الجوع المباشر بعد الفطار، يا دوبك بنفطر فبنجوع، يا ترى ايه السبب؟ الحقيقه لما انا قعدت ابص كده على بعض الاسباب اللي ممكن تسبب هذا الموضوع هقولها لك كده وهلخصها لك في هذا الفيديو. اول حاجة ان كتير منكم بقى عنده وقت فراغ قاتل، يعني وقت فراغ كبير جدا، ممكن يكون قاعد في البيت طول النهار فخلص كل حاجة وراه، فقعد من بعد الفطار مفيش ورايا حاجة غير ان انا والاكل بس. لكن الحقيقة لازم تعرفها ان شهر رمضان شهر العبادة، اذا اشغل نفسك بالعبادة، خلي العبادة هي شغلك الشاغل في شهر رمضان، وخصوصا بين الفطار وبين السحور عندك بقى صلاة العشاء وصلاة التراويح وكمان القيام لغاية الفجر، هتلاقي الدنيا عندك بقت مليانة، وقراءة القرآن طبعا، فعندك حاجات كتير جدا تقدر ان انت تعملها وكمان تاخد من وراها حسنات كتير. طيب ايه السبب اللي ممكن يكون في هذا الموضوع؟ ان انت ما بتهتمش بالبروتين فعلا، يعني كتير منكم ما بياكلش بروتين، يعني ممكن تكون عنده نص فرخه يقول لك لا انا هاخد حته بس كده، اصل انا ما بحبش البروتين قوي، ما بقلش البروتين. في منكم كتير يقول لك لا اصل انا الخضار، طبق الخضار ده بالنسبه لي تقيل على معدتي، انا بحب العيش بحب النشويات لكن الخضار ده مش ماليش فيه قوي. وهي دي النقطه، ان انت لازم تملى معدتك، لازم معدتك تحس بالشبع. طب املاها ازاي؟ املاها يا اما ان انا زي زمان اقعد اكل عيش كتير، وده غلط طبعا، ده كارب وبالتالي بتتحول بشكل سريع جدا لدهون في الجسم، وان انت او ان انت تملاها بالبروتين، بكميه البروتين اللي عندك في النظام مع الخضار. طيب لو انا فعلا ساعة الفطار كده اكلت الاكل المتين، خدت الثلاث تمرات وكوباية الحليب مع الوجبة بتاعتي، ملتزم سواء فيها نشويات او ما فيهاش نشويات، هلاقي ان انا شبعان جدا. البروتين يا جماعة بيدخل المعدة كده وبيروح واخدها بالاحضان، يقول لها بالاحضان تعالي وهكذا، وبالتالي بتلاقي ان المعدة تفضل كده ماسكة نفسها لفترة طويلة. وكمان البروتين بيرفع من حرق الجسم لانه بيشغل الجهاز الهضمي. طيب لو انا حسيت بالجوع اعمل ايه؟ تكون مجهز عندك شوربة الخضار في التلاجة، يعني تكون مجهز شوربة الخضار في التلاجة. طب شوربة الخضار دي عبارة عن ايه؟ شوية فاصوليا خضراء متقطعين، شوية الجزرتين بتوعك او الجزرة بتاعتك مثلا تحط فيهم جزرة وتعملها مع شوربة الخضار، الطماطم تبشر عليها طماطماية، لو عملت شوية الكوسة طبعا لو انت عندك كوسة ده يبقى شوية شوربة خضار كده حلوين، ممكن تحطهم في التلاجة وتبشر عليهم الطماطماية وشوية مية وشوية التوابل بتاعتك، عملت احلى شوربة خضار هتاكلها وهتشبع فورا. طيب هل انت بتاخد السناكس؟ هتقول السناكس يعني ايه؟ عندك طماطميتين، عندك جزرتين، عندك بصلتين. البصل ده يا جماعة لو انا جبته كده البصل ده وحطيته بس كده على النار شوية او في الفرن شوية كده، هلاقي ان انا اكني باكل حاجة معسلة، طعمه حلو جدا والله، هيبقى طعمه حلو وانت هتحبه. البتنجانية دي يا جماعة المصدر الحديد وقوية جدا وحاجة حلوة جدا، مصدر غذائي رائع جدا، انت مهمل فيه، هتلاقي نفسك ما بتاكلش اصلا الحاجات دي، عشان كده تيجي تشتكي ان انت بتقول اني انا بجوع. لما انت بتيجي تلخبط، واعتقد ده بيحصل، بتلاقي نفسك ان انت بتمد ايدك على حاجة غلط بزيادة، زي حتة حلويات، زي واحدة قطايف، زي مش عارف ايه، الحاجة دي مش هتشبعك، بالعكس دي هتجوعك اكتر، يعني هتلاقي نفسك ان انت شهيتك اتفتحت وتقول لا خلاص انا الدنيا باظت مني يا معلم، انا مش هعمل حاجة تاني، وتلاقي ان انت عمال تسحب، لان زي ما انا قلت كده ان الحاجات دي اللي هي بتحتوي على سكر ابيض دي بتعمل زي حالة هياج كده في الجسم، وبالنسبة للشهية بتلاقي ان انت شهيتك اتفتحت ومش قادر تتحكم فيها. وهو ده السر، وده قلته كتير جدا وهقوله لك تاني، السر ان هما بيدخلوا السكر الابيض في منتجات كتير جدا علشان حضرتك تدمنها وتفضل تاكل فيها، فهتلاقي في اسباب كتير جدا ليه ان انت بتجوع. الميه اللي انا يعني عمال اقول لك فيها لغايه ما هتزهق مني، الميه يا جماعه اهتم بتناول الميه، جسمك اوقات ما بيبقاش جعان بيبقى عطشان والله، انت عايز تدخل حاجه في معدتك فبتروح تاكل ما بتشربش،
فاذا اهتم بتناول الميه، وطبعا النوم الجيد ده هيفرق معاك جدا في ضبط الهرمونات وهيخليك فايق كده، يعني تصحى بدري وتنام بدري هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. اصل انا في رمضان ومش عارف والدنيا مش مظبطه معايا. حاول قدر المستطاع ان انت تنام 8 ساعات على الاقل، اعتقد انت بتنام في رمضان الوقت ده هيظبط لك الهرمونات بتاعتك، هيخلي الحاله بتاعتك كويسه ومستقره. بقيت عارف انا اكل امتى وما اكلش امتى، انا جعان ولا عطشان، انا متضايق ولا مش متضايق، وهكذا. بس كده يا جماعه، طبعا يعني الموضوع بسيط، ولكن انت اللي بايدك تخليه بسيط، وانت اللي بايدك تخليه صعب. انت اللي بايدك تقدر تخس بشكل سريع في هذا الشهر الكريم، وبايدك ان انت تخليه مصدر زياده في الوزن او مصدر زياده للوزن ليك وتاثير يعني سيء على حياتك في هذا الشهر. انت بايدك تعمل ده كله. تحياتي ليكم، ويلا بينا نشوف بقى التحدي والاسبوع واليوم العاشر، وطبعا كده التلت الاولاني من رمضان انتهى، وتبقى لينا ثلثي رمضان. الايام بتعدي بسرعه، بقينا 10 رمضان بس. يلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونروح لنظام اليوم العاشر من شهر رمضان، وطبعا كان عندنا امبارح وجبه مفتوحه في الفطار في اغلب الانظمه، وبالتالي بقى نبدا نخش كده على الصعب شويه، ونبدا على نبدا بنظام رقم 4 لنظام جميع الاوزان. وطبعا نظام رقم 4 زي ما انتم شايفين ممنوع النشويات في السحور، وكمان ممنوع النشويات في الفطار، وبنضغط ضغطه كده خفيفه على الجسم طبعا، ويعني يا ريت الناس تلتزم بالنظام كما هو عشان نشوف نتيجه كويسه. طبعا عندنا اختيارات السحور، الوجبه مع ثمره الفاكهه مع كوب الحليب، وطبعا ممكن نبدل كوب الحليب ده بكوبايه زبادي. والفطار عندنا بقى المشروب 3 تمرات او معلقه كبيره من العسل مع كوبايه حليب. والبروتين عندنا تقدر ان انت تاخد اي بروتين من البروتين الخفيف ده مع الخضار بتاعك. وفي سناكس بين الفطار وبين السحور ثمره فاكهه. طبعا ما ننساش السناكس الثابته يا جماعه علشان نقوي جسمنا وما نجوعش. يعني عندنا سناكس ثابته الجزرتين، الطماطميتين، البصلتين، بتنجانيه، معلقه زيت الزيتون، عندنا بقى الخيار والخس والقته باي كميه، فيعني ندلع نفسنا كده. نروح على نظام المرضعات، وطبعا هيكون برضو في يوم 10 رمضان نظام رقم 4 مرضعات، ولكن هيكون عندنا سحور في نشويات او نص كمية النشويات زي ما انتم شايفين، ربع خبز حبة كاملة مع اختيارات متعددة اهو زي ما انتم شايفين، ثمرة فاكهة مع كوباية الحليب. اختيارات الفطار ممنوع النشويات في الفطار، ونفس الكلام زي ما انتم شايفين في الأنظمة. نظام الأشبال هيكون برضو نظام يوم 10 رمضان النظام رقم 4، واللي شبيه بنظام المرضعات برضو عندنا في الفطار هيكون عندنا نشويات، أما في السحور عندنا نشويات، أما في الفطار ممنوع في النشويات، وعندنا وجبة مفتوحة ثمرة فاكهة. نظام الصيام الطويل هيكون عندنا النظام رقم 3 يوم 10 رمضان. نشوف النظام الصيام الطويل زي ما انتم شايفين كده، عندنا نشويات في السحور، نشويات كاملة في السحور، والفطار عندنا هيكون ممنوع النشويات، والبروتين هيكون اكتر شويه او متنوع شويه في داخل اللحوم الحمراء كمان في اختيارات البروتين. طبعا في ناس بتقول ايه الفرق بين النظام مثلا 4 و5، النظام 4 مثلا و5 ايه الفرق؟ الفرق في البروتين، التنوع في البروتين. في نظام بيكون البروتين اقل في التنوع شويه، في نظام بيكون البروتين فيه اعلى في التنوع شويه. نروح للنظام الغير صائمين ونشوف الجدول بتاعنا بيقول النظام رقم 5. نظام رقم 5 يوم 10 رمضان، هنا عندنا بقى النظام هيكون الفطار بتاعنا التوست والعسل، الغداء من غير نشويات، والعشاء من غير نشويات. وبكده نكون انتهينا من شرح سريع للنظام لليوم العاشر من تحدي شهر رمضان. اتمنى لكم ان انتوا تتشجعوا في هذا التحدي، لان النتيجة بتاعته مضمونة طول ما انت ملتزم ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في طرق كتيره جدا للحصول على انظمه لو نفسك تخس، اسهلها ان انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجه خاصه بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما انتم شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، الصفحه الرئيسيه،
وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس، وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس،